المشكلات البيئية والتصدي لها. هنعرف ازاي دلوقتي الإنسان ظهر بعض المشكلات. أول حاجة الآثار السلبية على البيئة الزراعية، ازاي؟ الإنسان نقص من الأراضي الزراعية علشان خاطر يبني على الأرض. تاني حاجة إن هو عشان يتخلص من الحشرات زود في المبيد، مما أدى إلى تلوث التربة وتلوث مياه الري وقتل حاجة مهمة أوي بالنسبة للفلاح اللي هي أبو وردان، اللي كان ليه شغلة كبيرة أوي إن هو ينقي الحشرات من الأرض الزراعية. تاني حاجة الآثار السلبية على البيئة الصناعية، سهلة أوي. أنا دلوقتي عندي مصنع، لو طلع دخان يبقى ده تلوث إيه؟ هواء. رميت مخلفات وزبالة في نار إيه؟ يبقى ده تلوث مية. طيب في آثار تانية سلبية في الصناعة، طبعا بسبب في تلوث في الهواء بسبب السيارات وبسبب مداخن السجاير أو القهاوي. طيب في آثار سلبية على البيئة الساحلية، طبعا ازاي؟ لو انا رميت مخلفات في البحر أدى إلى تلوث السمك. طب السمك أنت بتاكله، السمك ملوث، يبقى أنت كمان هتتعب، يبقى بإصابة الإنسان بالأمراض. طيب في دور مهم للإنسان في التصدي لمشكلات البيئة، طبعا مش بس كده، ده على المستوى العالم في منظمة الأمم المتحدة وفرت حاجات مهمة للتصدي للمشكلات دي. أول حاجة إنشاء وزارة البيئة 1997 لحماية البيئة. تاني حاجة إن هي أول ما تلاقي حد يرمي زبالة في نار النيل امسك، في عقوبة، يبقى جرمت، منعت التخلص في مخلفات المصانع، شجعت على استخدام الطاقة النظيفة، الطاقة النظيفة التي لا تلوث البيئة. زي إيه بتلوث البيئة؟ شمس، رياح، دي كلها حاجات لا تلوث البيئة. كمان اهتمت بالأنظر والنباتات وأنظر الحيوانات في مكان بيسميه محمية طبيعية. عندنا كذا محمية طبيعية في مصر، يعني عندنا مثلا سانت كاترين في جنوب سيناء، عندنا سلوجة غزال في أسوان، عندنا الريان الحيتان في الفيوم، عندنا الصحراء البيضاء، ودول الناس حاجات مهمة أوي، صحراء بيضاء في محافظة الوادي الجديد، دي في الصحراء الغربية. شكرا.